يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الصيغة اللفظية للسؤال بغير الله من غير إقسام بغيره؟ توسل به، توسل به، أسألك بفلان، أسألك بفلان نبيك أو عبدك الصالح أن تستجيب دعائي، هذا لم يقسم عليه، وإن لم يقسم على الله به، وإنما وسطه فقط، مجرد واسطة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم، فالباء، شوف الباء أسألك بفلان تحتمل معنيين، تحتمل أنها باء القسم، وتحتمل أنها باء السبب. فسؤال الله بأحد هذه باء السبب، هذه باء السببية. نعم. أما إذا كان يقصد الحلف فتكون الباء باء القسم. نعم، حسب نية القائل.